جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صلاة
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Quran. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى قل من ينجي
لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل وما قدر الله حق
kong kondri il konu ba zalallah il konu ba أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء وما سأنزل مثل ما أنزل الله
ومرات الموت والبلاء اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله.